بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا لتنبئنهم بأمرهم هذا لتنبئنهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ وجاءوا
قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبرا جميل فصبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى فأرسلوا واردهم
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له